اللي غادي نتحدث عليه هو الخطاب الإعلامي الخطير بدا يتروج، هو الخطاب ديال التخوين. حيت محمد المديني ماشي غير تحاكم داخل المحكمة، تحاكم على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الإعلام. إذا محمد المديني هو واحد المواطن كأي باقي المواطنين اللي بغى يحاربوا الفساد، ممكن أنه يتعرضوا لهذه الممارسة ديال التخوين، وهذا أسلوب صافي خصو يمشي. يعني إحنا منذ التفجير ديال القضية ديال الملف ديال حمزة مومبيبي، لا محمد المديني ولا الجمهور ولا المؤسسات الإعلامية ولا الصحفيين كلهم تهموا بالتخوين. إذا اللي جاء سي محمد المديني واحد الإنسان حقوقي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، يعني تقدم بمجموعة ديال الشكايات في وجه مجموعة ديال الناس اللي كما ذكر السي حميد المهداوي، ناس اللي عندهم قيمة ديالهم يعني على المستوى الداخلية، عمال، رئيس الجامعة اللي هو الآن وزير ديال التعليم العالي، يعني شكايات قدم بها الوكيل العام بفتح تحقيق. واش هذا عيب؟ هذا هو الدور ديال المركز الحقوقي. فإذا به يفاجأ من بعد التفجير ديال المير ديال محمد ديال حمزة مومبيبي، نفاجأ بأن محمد المديني غادي تعتقل بال 36 على خلفية مجموعة ديال الشكايات، شكايات ديال التشهير. راه ما عمرها كانت أنه رئيس مركز حقوقي اللي تيتقدم بشكايات رسمية النيابة العامة وتيدولة على مستوى الإعلام، كما قال الأستاذ زراش والسي حميد المهداوي اللي عنده المسؤولية الجنائية، وانتم تعرفوا هادشي كامل، هو المدير ديال النشر. علاش المديني؟ إذا هنا العزل ديال محمد المديني، أنا اللي تيبقى فيا تبعت هذا الملف واحد سنتين، هو العزل ديال محمد المديني، تعزل بوحده. يعني لولا أنه لقى هيئة الدفاع اللي قوية، لقى صحفيين قويين، ولقى يوتيوبرز اللي تشبتوا بهذا، ولقى الوالدة ديالو اللي هي لالا زينب، يعني هذا عرس نضالي. نقدروا نقولوا محمد المديني اكل العصا، محمد المديني مشى للحبس، ولكن هاد التيكيت ديال التخوين هي اللي خصها ترفع، لان احنا كلنا مواطنين مغاربه كي قال السي حميد المهداوي، ولا كاين اجماع الملكيه، اجماع الوحده الترابيه، اجماع. اذا هذا الخطاب الممارس، هذا الخطاب الاعلامي، خصنا كلنا اليوم في هذا العرس الاعلامي خصنا نواجه هذا الخطاب، لانه غدا غادي نتحدث انا تحدثوا نتوما، وغادي تلصق لكم هاد التيكيت اللي احنا الحمد لله في ظل الانتصارات الكبرى اللي حققها جلاله الملك والمغرب قاطبة، خصنا نحافظوا على اللحمة ديالنا والتلاحم ديالنا باش نمشيو بعيد في المسار الديمقراطي. لكن للأسف حنا اليوم في هذا العرس الإعلامي بغينا باش المطلب الواحد والأوحد مع هيئة الدفاع والصحفيين ومن الرمزية ديال هذه النقابة الوطنية للصحافة، نوجهوا للناس العقلاء ذوي الحكمة في هذه البلاد أنه خص ستوب لهذا الملف هذا، لأن هذا الملف عنده تداعيات اللي هي خطيرة أكثر من المحاكمة ديال محمد المديني، أكثر أن هذاك السيد راه غير مواطن مغربي تيقول عاش الملك، تيقول الصحراء مغربية، وحنا تنعرفوا عن قرب وعاشرنا عن قرب، مناضل اللي تاق في العمل الحقوقي. نقطة أخيرة هو أنه كيف يعقل لجمعيات حقوقية تؤمن بحقوق الإنسان وتؤمن بالمواثيق الدولية وأنها تضغط على حقوقي في نفس الوقت؟ كيفاش لجمعيات حقوقية تتآمن أنها تدافع على البلاد وعنده واحد المشروع ديال الدفاع عن الوطنيه، وان ما قدتش انها تجابه هؤلاء الذين يرفعون كما قال الاستاذ المهداوي الشعار اللي تيخدموا الاجنده ديال الكبرانات وبالعلالي؟ علاش؟ ايوا قولوا لينا علاش محمد المديني، نفس الاشخاص، نفس الجمعيات، في نفس القضيه ونفس المحامون، هذا هو السؤال المطروح. حنا كنمشيو قدام المحكمه تصيبوا نفس المضمون، يعني شخص واحد هو اللي محرك هادشي كامل، والخطاب ديالو شنو هو؟ الخونه المبجلين. كل من يتحدث عن محمد المديني خائن، كل من يتكلم عن محمد المديني خائن، وهذا خطاب خطير. وشكون هو الشخص هذا؟ فاعل سياسي وحقوقي الى غير ذلك. الى ولا الخطاب السياسي هكا ولا الخطاب الحقوقي وصافي، عفى الله يك السي حميد، عفى الله عما سلف على الفعل الحقوقي. حنا راه الحمد لله المغرب راه قطع اشواط على مستوى تطبيق المواثيق الدوليه، لان المغرب عنده مجموعه ديال الارتباطات على مستوى يعني 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 باش دستور 2011 راه هو واحد الثوره ديال الجيل ديال الدساتير اللي المغاربه الان تينعموا بسميتو بهذا التنزيل ديال المقتضيات ديالو. وبالتالي باش نجيو في 2021 ونصيبوا واحد المواطن مغربي تيقول وصل المحكمه عاش الملك، انا وطني، انا مغربي، ولكن نكملت النقطه ديال السي، ولكن تصيب انه لا اذان ساغيه. اذا من خلال هذا العرس الاعلامي تنوجهوا كلمه ورساله أنه كفانا من هذا الخطاب ديال التخوين، كفانا خاص الإفراج فوري على السي محمد المديني. شكرا.